بسم الله الرحمن الرحيم. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، لا زالت أشواطنا متواصلة، شوطا يليه شوط. ها هنا انطلاقة شوطنا 21 وشوط الحقائق الإبكار، ومن مسافة 4 كيلومترات من هنا من مرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية بدولة قطر من مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ها هنا انطلاقة شوطنا 21 للحقائق الإبكار، وما هي إلا لحظات نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة ومع مقدمة الشوط وصدارة الشوط المركز الأول. مقدمة الشوط المركز الأول مقدمة الشوط بشاير حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي على المركز الأول. النقلة على المركز الثاني، ثاني الأسماء الوصول في هذه اللحظات، وصلت شفاء على المركز الثاني محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات مياسة، والوصول في هذه اللحظات مياسة بشعار محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز القدوم في هذه اللحظات، الوصول في هذه اللحظات. المركز الرابع اللي تسللت الى ثالث المراكز، وصلت غنايم عبد الله بن علي بن راشد البحيح المري. المركز الخامس، الوصول في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات عزاوي على المركز الخامس مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. هكذا الخمس المراكز المتقدمة أعلناها على مسامعكم وعلى قناة الريان الفضائية، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع بشاير 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 حمد بن سعيد بن صالح الجريبي، ولكن حصل تغيير على الصدارة. عزاوي على مع مقدمة الشوط مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. المركز الثاني من انطلقت إلى مقدمة الشوط، وصلت عبث على المركز الأول، غيرت على الصدارة، وأول نداء محمد بن علي بن عبيد المري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني عزاوي مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات، وصلت النصيبة عمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيالي على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماع، وصلت غنايم عبد الله بن علي بن راشد البحيح المري البحيح المري. المركز الخامس، وصلت في هذه اللحظات، وصلت طيش على المركز الخامس، وناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، ولكن لنا عودة مع صدارة الشوط، مع عبث على الصدارة، مع مقدمة الشوط. يا سلام، محمد بن علي بن عبيد المري ينطلق لنحو الناموس. يا سلام يا الصدارة. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، طيش 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 بشعار ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، ولكن وصلت في هذه اللحظات شواهين خدير بن حميد بن خميس الاشتيلي على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات النصيبة، عمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيالي، ولكن نعود للدوسري مع طيش، ولكن يا سلام، ولكن العودة مع الصدارة، مع شواهين غدير بن حميد بن خميس الاشتيلي على المركز
الجديلي مع الصدارة، يا سلام الصدارة مع شواهين، الناموس مع الجديلي، تهانينا والناموس مالك شواهين. غدير بن حميد بن خميس الجديلي على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز طيش ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. المركز الثالث كان الوصول من النصيبة عمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيل. المركز الرابع وصلت عبث محمد بن علي بن عبيد المري. المركز الخامس، خامس المراكز عزاوي مهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري. إذن تهانينا أو الناموس مالك شواهين، غدير بن حميد بن خميس الجديلي من التزعة المركز الأول. والتوقيت الزمني 6 دقائق لحظات من المخرج. إذن لحظات والتوقيت الزمني من المخرج محمد فيضي مع شواهين غدير بن حميد بن خميس الجديلي من انتزعة المركز الأول. والتوقيت الزمني الملوم وبراد احد مسك واحد جعلها